السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة وإسقاط مؤسساتها. وقال الرئيس هادي في خطاب للشعب اليمني بمناسبة العيد 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة إن احترام سيادة الدولة اليمنية هدف لا يقبل المساومة ولا المناورة. وأضاف أن ما حدث من تمرد على مؤسسات الدولة هو سلوك يستهدف الدولة والوطن والمواطن ويمثل عملا مرفوضا وغير مقبول. وأشاد رئيس الجمهورية بجهود السعودية في معالجة الأحداث في عدن ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية وتعزيز مؤسسات الدولة، مؤكدا عدم القبول بوجود أي ميليشيات خارج إطار الجيش وبعيدا عن سلطة الدولة. احتفلت السلطة المحلية بمحافظة مأرب بالذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر بتنظيم حفل خطابي وفني. الحفل شهد فقرات فنية ومسجلات شعرية حوارية وكلمات أشارت في مجملها إلى تلاحم نضال اليمنيين شمالا وجنوبا للانتصار لثورتي سبتمبر وأكتوبر. وأكدت الحاجة إلى استلهام روح وعظمة الثوار الأبطال لثورتي سبتمبر وأكتوبر في توحيد راية النضال الوطني لتخليص اليمن من شرور ميليشيات الحوثي المتدثرة بمشروع الإمامة البغيض. قالت رابطة أمهات المختطفين إن ميليشيا الحوثي نقلت 400 مختطف من داخل السجن المركزي بصنعاء إلى منطقة عسكرية معرضة لقصف الطيران. وأضافت الرابطة في بلاغ صحفي أن لديها معلومات بنقل ميليشيا الحوثي المختطفين إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة 70 بعد إلباسهم الزي العسكري للقوات الجوية. وأشارت الرابطة إلى أن الحوثيين أوهموا المختطفين داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم. وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية عن حياة المختطفين ونشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. استهدفت قوات الجيش الوطني رتلاً عسكرياً لميليشيا الحوثي في مديرية البقع بمحافظة صعدة. مصدر عسكري قال إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية استهدفت رتلا عسكريا للميليشيا في سلسلة جبال رشاحة بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان، موضحا أن عملية الاستهداف أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية وقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإنقلابية. سقط عشرة القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بمديرية حرض شمال محافظة حجة. مصدر بالمنطقة العسكرية الخامسة أفاد أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تمكنت من رصد واستهداف تجمعات الميليشيا شرق وغرب مدينة حرض، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، بالإضافة لتدمير طقم عسكري وعدد من الدراجات النارية التابعة للميليشيات. أقدمت قيادات في ميليشيا الحوثي بالسطو على منزل صحفي بقوة السلاح في العاصمة صنعاء. وقال الصحفي رشيد الحداد في بلاغ إلى نقابة الصحفيين اليمنيين إن مشرفا من جماعة الحوثيين يدعى أبو حيدر جحاف برفقة عناصر حوثية أقدموا على حجز منزل يملكه في منطقة الصباحة غرب العاصمة وهددوه بالقتل في حال اعتراضه. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.